أهلا بكم مشاهدينا من القدس، يسعدنا أن نكون معكم في هذه الساعة مع اللحن الجميل من القدس مع فرقة رباعي أوان، فرقة شبابية كونها 4 من طلاب كلية الموسيقى في أكاديمية الموسيقى في جامعة القدس. ومنذ ذلك الحين كانت رباعي أوان سفيرا لنشر ثقافة الموسيقى واللحن الجميل. أرحب بالفنان أكرم عبد الفتاح عازف الكمان وغادي أبو سمعان عازف البيانو. أهلا وسهلا فيكم معنا. أكرم للمرة الثانية صرت يعني ابن البيت. شرفنا. أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية خلينا هيك نعرف شوي عن الفرقة. أكرم، منين إجت فكرة الفرقة الأربع شباب اللي أقمتوها؟ فكرة إجت عفوية، بلشنا ببرنامج هيك لمقطوعة واحدة أنا وأستاذ غادي وكمان صديقنا لؤي، وطورت الفكرة من هناك أنه نكمل بالموضوع لأنه كان في انسجام موسيقي. وبعدين طورت الفكرة جدية أنه نقدم موسيقى مستوى عالي وحديثة. وكان في طبعا كل الظروف بتساعد من ناحية الإمكانيات التقنية الفردية، من ناحية الإمكانيات التلحينية، كل الإشي كان واضح. والفرقة مكونة منك أنت أكرم وغادي، ومين كمان في معنا أخرى اثنين اللي كان صعب اليوم أنه ينضموا لنا بسبب عندنا عرض لؤي عباسي عزف العود ومعنى الغول عزف إيقاع. نعم، طب شو رأيكم نبدأ هيك من الأول هيك نسمع شي مقطوعة؟ شو ممكن تسمعونا في البداية؟ نسمعكم مقطوعة بعنوان أغنية اللي هي من تلحيني، واحنا عاده بنعزفها برباعي. انتوا يعني عمليا كل المقطوعات هي تلحين، يعني انتوا اللي بتعملوها مش بتعزفوا لمقطوعات موجوده؟ بالضبط. طب حلو، يلا خلينا نسمع. حلو كثير، ابدعته غادي. هيك بتشعر انه الاورج اليوم بدناش نجيب، كان صعب بدنا نجيب البيانو اكيد لانه كبير وبدنه تحميل وكل هاي الامور، بتشعر كانه في عم بيحكوا مع بعض البيانو والكمان. شو دور هون عمليا البيانو بخلال هاي الالحان اللي انتم بتعملوها اللي هي شرقيه غربيه؟ بالضبط، بحكم هاي الاله انه اله غربيه فانا كمان بعدني عم بدرس كمان البيانو الكلاسيكي الغربي. إذا بتيجي بتدمجي هاي الآلة مع موسيقى شرقية بتتعامل معها بطريقة تانية اللي تدعم وتعطي زي قاعدة اللي تمشي عليها كل الهارمونيا وكل الناحية الموسيقية يكون ملائم، يعني يكون في انسجام عمليا.
لأنه هي البيانو هي آلة غربية يعني، فلما بدك تدمجها مع الألحان الشرقية بيطلع كتير دمج. صح، لازم نذكر كمان أنه هو يعني أستاذ بهاي الموضوع. أنا هذا اللي كنت أقوله إياه، يعني عم بقول لي تلميذ بس أنت فعلا أستاذ. قد صار لك تعزف على البيانو غادي؟ أنا آلي تقريبا من 2001 بعزف على البيانو، اللي هو عادة بالنسبة للبيانو هو عمر قصير، بس الواحد بشعر انه خبرتك كتير طويلة وعندك احساس كتير عالي بالعزف. بجد انا استمتعت جدا بسمع لها المقطوعة. في اسطوانة جديدة، بتذكر اخر مرة قلت لي عم تشتغلوا على اسطوانة. صح، باول ابريل رح نبلش تسجيل وراح يكون عنا بالصيف الجاي عروض افتتاح الاسطوانة. يعني هاي كمان اعلان للجميع، واللي هي عمليا رح تكون مقطوعات الحان معزوفات فرقة أوان. بالضبط، أصلية لفرقة أوان. هذا إشي أكيد شيء يعني مهم، إنجاز مهم جدا. كيف تشعر إنه في تقبل لهذا النوع من المعزوفات الموسيقية اللي هي مش مرافقة لكلمات؟ إحنا بشكل عام متعودين إنه يكون في مرافقة كلمات. طلع أنا شخصيا يعني عندي فكرة من الموضوع وحاولت أوصل عن طريق الفرقة، إنه نوصل الجمهور لأنه يستمتع بهي الموسيقى ويعطيها الأهمية زي الغناء. يعني وهي كانت مشكلة كل الموسيقى العربية من بدايتها، دائما كان في عنا المغني احتكر يعني الموسيقى، فلازم احنا كمان نعطي مجال لانه الناس ترتفع بالحس الذوقي وتصير تسمع الموسيقى لحالها. حلو. لانها هي كمان بتعبر زي الكلام واكثر كمان. حلو كتير. انا بدي اشكركم يعني على وجودكم معنا، كتير انبسطت هيك انه نستضيفكم مره تانية. اكرم عبد الفتاح وايضا عازف البيانو غادي ابو سمعان، شكرا كتير لكم. حابين انه ننهي بشي مقطوعه ممكن تسمعونا اياها؟ شو بتحبوا تسمعونا؟ رح نقدم جزء من مقطوعه نهواند من تلحيني، هي كمان فزنا فيه احنا بجائزه الاولى بالمسابقه الفرق الوطنيه. حلو، تفضل.